مساء الخير، هيدا الفيديو كرمال عرفكن عن نفسي أكتر، كمان رح تتعرفوا عن القناة شو الهدف منها، وأيضا عن طريقة التواصل لكل الأشخاص اللي بحبوا أوقات يبعثوا استشارة خاصة أو أسئلة تتعلق يمكن بحياتهم العاطفية أو صداقات أو حتى بالعلاقات الزوجية أو أي سؤال نفسي أو استشارة نفسية أو اجتماعية بتحبوا تحصلوا عليها. طبعا أنا مثل ما بتلاحظوا دايما بترك لكم روابط الفيسبوك والماسنجر والإنستغرام وأيضا الصفحة الخاصة فيي على الفيسبوك، دايما هالثلاث روابط بترك لكم إياهم بأسفل الفيديو كمان بأول تعليق. بتقدروا تتواصلوا إما عبر البريد الخاص بالصفحة يعني على الإنبوكس أو عبر الماسنجر ماسنجر الفيسبوك أو عبر رسائل الإنستغرام، يعني هيدي ثلاث طرق بتقدروا تتواصلوا معي. ولكن بدي أخبركم شغلي قبل، إنه أي سؤال هو عبارة عن جملة مختصرة أنا بجاوب عليه بجملة، ولكن الأشخاص لأوقات عم يحتاجوا يعني عم بيكون في آلاف الرسائل عم توصل، إن كان على الفيسبوك وإن كان على الصفحة وإن كان على الإنستغرام، فطبيعي إني مش رح أقدر لحق على هيدا الكم الهائل من الرسائل. يعني أنا بعتذر، مش إنه بتعمد اتجاهل حدا، ولكن نظرا للكم الهائل من الرسائل اللي بيوصل فأنا ما بلحق رد أكتر من جملة مختصرة. يعني حاولوا اكتبوا سؤالكم بجملة معبرة ومختصرة. ولكن الأشخاص اللي عم يحتاجوا وقت أطول أو اللي بيحتاجوا إنه يحكوا أكتر أو بتكون المشكلة أو الاستشارة بتتطلب اهتمام أكبر، فهون بصير عبارة عن استشارة خاصة. يعني هيدي الاستشارة الخاصة بتصير عبر التليفون واتساب أو اتصال مباشر أو عبر الفيديو كول أو سكايب معي أنا شخصيا، ولكن ما بتكون مجانية، يعني ما بتكون فور فري. أما الأجوبة وأسئلتكم اللي بتنبعت على الرسائل فمية بالمية هيدي مجانا بجاوب عليها، ولكن مثل ما قلت لكم جملة مختصرة وبجاوب عليها أنا بجواب أيضا يعني واحد أو جواب كافي ممكن يكون للسؤال المطروح. أما الأشخاص اللي عم يطلبوا استشارة كبيرة أو وقت أكبر، يمكن محادثة لمدة ساعة، يعني عم بتكون مشكلتهم أو الاستشارة، أو هن ربما حابين يحكوا وقت زيادة أو يشرحوا تفاصيل عن مشكلتهم وقت زيادة، فبعتذر يعني نظرا لضيق الوقت وأيضا للكم الهائل الكم الكبير من الرسائل، فأنا صدقوني مش عم بقدر أعطي أكتر من رسالة، يعني أكتر من 3 دقايق أو 5 دقايق عم بعطي يعني من مجهودي من خبرتي، وأيضا للإجابة بشكل كامل ووافي قد ما فيي عن أسئلتكم وعن استشاراتكم. رح أعرفكم عن نفسي، عن اختصاصي، أنا شو دارسة وشو بعمل بالحياة، وعن هدف من هيدي القناة. أولا أنا اختصاصية بعلم النفس العيادة ولغة الجسد، وعندي عيادة كلينيك خاصة فيي بلبنان. هيدي الكلينيك هي كمان للإرشاد النفسي وللإرشاد العائلي والاجتماعي، يعني كل شيء بيتعلق بالعلاقات الزوجية والعاطفية، أيضا الإرشادات النفسية للطلاب، لأي شخص إن كانوا مراهقين أو كبار، فأنا عندي عيادة خاصة لهذا الموضوع. يعني كل الأشخاص اللي عم بيشوفوني من داخل لبنان، كمان إذا حبيتوا تشرفوني على مركزي الخاص أو على عيادتي الخاصة كمان بعطيكم عنوانها وبتقدروا تشرفوا لاستشارة خاصة. أما الأشخاص اللي خارج لبنان ولهن مش قادرين يسافروا أو يجوا شخصيا لعندي، فالاستشارة الخاصة بتكون مثل ما قلنا عبر الاتصال أو الفيديو كول أو سكايب أو أي وسيلة اتصال مباشرة أنتوا بتحبوها أو بتنقوها. هلأ الهدف من القناة مثل ما بتعرفوا، أنا عندي كمان برنامج إذاعي وبشتغل بمجال الإعلام، يعني عندي برنامج على إذاعة FM وأيضا عدة تلفزيونات داخل لبنان وخارج لبنان، بيكون عندي مداخلات وفقرات كمان بتتعلق بلغة الجسد وغيرها من المواضيع النفسية والاجتماعية.
أيضا برنامجي، جزء من برنامجي هو طبعا للتسلية والترفيه من برنامجي الإذاعي، وهو عبارة عن بث مباشر كل ثلاثة وخميس الساعة 12 الظهر بتوقيت بيروت، هو بيكون عبر صفحتي الخاصة على الفيسبوك أيضا، وكمان للأشخاص اللي يقدروا يلقطوا تردد الإذاعة داخل الأراضي اللبنانية، فكمان أيضا تقدروا تتابعوا هذا البرنامج واللي هو اسمه وجوه وأبراج، وهو بيتعلق بتحليل الشخصية من خلال الصورة أو من خلال الشكل الخارجي، وهذا علم اسمه علم الفراسة، وأيضا في قسم منه مثل ما قلت لكم للتسلية والترفيه بيتعلق بالأبراج، يعني الأبراج اليومية وأيضا توافق الأبراج. بنهاية هيدا الفيديو طبعا بدي لكم إذا كان عندكم أي اقتراح أو أي موضوع أو أي مشكلة حابين نعمل عنا فيديو بتقدروا تكتبوا لي إياها بالتعليق وأنا بقرأ كل تعليقاتكم. كمان إذا بعدكم ما اشتركتوا بالقناة ما تنسوا إنكم تشتركوا، تضغطوا على زر الجرس كرمال يوصلكم كل شي جديد. أنا بشوفكم بفيديو تاني وإلى اللقاء.